أول مسألة معطي إن الـ W بتساوي 680 كيلو جرام لكل كيلو متر. معطي الـ ultimate strength بيساوي 300 أو 3100 كيلو جرام لكل أو كيلو جرام بس. ومعطي المسافة اللي هي الهوريزنتال ما بين الاتنين برج، دي المسافة الهوريزنتال دي بتمثل لك اللي هو مين؟ اللي هي بتمثل لك الإسبان أو بتمثل لك ال، اللي هي مديها لك بتساوي 260 متر. معطي السيفتي فاكتور اللي هو معامل الأمان اللي هو واخده بيساوي 2. عايز يحسب ارتفاع البرج بيساوي كام؟ لو كان الكليرنس بتساوي 10. بما ان هنا مديك كليرنس مش محدد لك عند اي نقطه، فانا يعتبر مين؟ يعتبر الكليرنس المينيمم. لو ما حددتش النقطه بتاعت الكليرنس فدوت الكليرنس المينيمم، لو ما حددتش النقطه بتاعت الساج فهو يعتبر مين؟ يعتبر الساج بتاع الماكسيمم اللي هو يعتبر عند الميد بوينت. تمام؟ لو ما حددتش النقطه فدوت اللي عند الميد بوينت، لو ما حددتش النقطه بتاعت الساج برضه يبقى عند مين؟ يبقى عند الميد بوينت اللي هي عند اللي هي الماكسيمم بتاعنا والمينيمم بتاعتنا. تمام؟ دلوقتي هو عايز يحسب مين؟ هو عايز يحسب الارتفاع بتاع البرج. بيبقى عندنا زي ما اتفقنا حاجه بالمنظر ده كده. عايز يحسب ارتفاع البرج اللي هو الارتفاع ده من اول نقطه تثبيت لغايه الارض. لو كانت الكليرنس بيساوي 10 فاحنا عندنا المينيمم كليرنس اللي هو دوت بيساوي 10، دوت السي المينيمم بيساوي 10. وهو عايز يحسب مين؟ عايز يحسب الاتش. تمام؟ فاتفقنا ان الاتش بتساوي مين؟ بتساوي الكليرنس المينيمم زائد اللي هو الساج الماكسيمم زائد الساج الماكسيمم. تمام؟ فكل اللي انا هعمله ان انا هحسب الساج الماكسيمم، اروح احسب الساج الماكسيمم ومنه اجمعه على مين؟ اجمعه على الكليرنس، وبالتالي قدرت احسب مين؟ وبالتالي قدرت احسب الارتفاع بتاع البرج. من عن طريق ان انا اقول ان الساج الماكسيمم بيساوي دبليو في اكس تربيع على ال 2 تي، واشيل اكس واحط مكانها ال على 2 فيطلع معاك القانون دبليو في ال تربيع على ال 8 تي. الدبليو بتساوي اديها لك ان هي بتساوي 680، اتفقنا ان هي لازم تكون وحدتها كيلو جرام لكل متر، فانا هحولها للمتر فهشيل من ديت واقسم على كام؟ واقسم على ال 1000، وبالتالي هتطلع معاك اللي هي علامه 6 8. فالدبليو بتساوي علامه 6 8 في ال ال تربيع اللي هي 260 لكل تربيع على ال 8 مضروبه في التنشن. التنشن هحسبه ازاي؟ هحسبه زي ما اتفقنا ان التنشن بيساوي الوحده بتاعتك بتكون بالكيلو جرام، ولازم يكون اللي هو الالتيميت سترينث على مين؟ على السيفتي فاكتور. فاقدر اقول ان التنشن هيساوي الالتيميت سترينث على السيفتي فاكتور اللي هو هيساوي الالتيميت سترينث اللي هو مديهولك ب 3000، هيساوي 3100 على السيفتي فاكتور اللي هو مديهولك ب 2 على ال 2 هيساوي 1550 كيلو جرام. وبالتالي اقدر اعوض بيه التنشن اللي هو بالرقم اللي انا جبته دوت اللي هو 1550 عشان احسب الساج الماكسيمم اللي هيساوي 3.7 متر. تمام؟ جبت الساج الماكسيمم هجمعه على الكليرنس المينيمم عشان اجيب مين؟ عشان اجيب ارتفاع البرج. ان ارتفاع البرج اللي هو الاتش بيساوي السي مينيمم زائد الساج الماكسيمم هيساوي 10 زائد 3.7 هيساوي 13 علامة 7 متر. ده ارتفاع مين؟ ده ارتفاع البرج. تمام؟ في مشكلة؟ نخش على المسألة اللي بعدها. نبدأ في المسألة اللي بعدها إن ارتفاع البرج بيساوي 70 متر. الإسبان اللي هو بيمثل لك ال ال بيساوي 300 متر. التنشن بيساوي 1500 كيلو جرام. عايز يحسب الكليرنس بيساوي كام؟
لو كانت الاريا بتاعت السلك بتساوي علامة 9 سنتيمتر مربع، وكانت الكثافة بتاعت السلك الرو بتاعت الماتيريال بتساوي 8.9 جرام لكل سنتيمتر مكعب، تمام؟ دلوقتي هو عايز يحسب الكليرنس، وبما انه ما حددش النقطة فهو يعتبر الكليرنس مين؟ يعتبر الكليرنس مينيمم عند الماكسيمم، عند الماكسيمم ساج، تمام؟ هو عايز يحسب، عايز يحسب ده. هنحسب ده عن طريق اللي هو هيكون عندك الاتش اللي هو مديها لك ب 70، هنجيب مين؟ هنجيب الساج ماكسيمم نطرحها من مين؟ نطرحها من الاتش، يبقى انا جبت مين؟ يبقى انا جبت اللي هي السي بتاعت المينيمم، تمام؟ الساج الماكسيمم اتفقنا اللي هو معتمد على مين؟ معتمد على الدبليو في ال تربيع على ال 8 تي، لازم اجيب الدبليو والال عندك ب كام؟ ب 300 والتنشن عندك ب 1500، فانا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الدبليو. اتفقنا ان الدبليو هحسبها باستخدام القانون اللي هو بيساوي مين؟ الرو ماتيريال في الاريا بتاعت الماتيريال، ولازم يكون الوحده بتاعتك بالكيلو جرام وبالمتر، فلازم احول للوحدات بتاعت الكيلو جرام والوحدات بتاعت المتر. بالنسبه مثلا للاريا لازم احولها للمتر، فديت السنتيمتر مربع، عشان احولها للمتر فهضرب في مين؟ في 10 اس سالب 4، هضرب دوت في 10 اس سالب 4 عشان اشيل السنتيمتر مربع واخليه متر مربع. بالنسبه للرو فانا عايز اخليها بالكيلو جرام، فانا هضرب هنا عايز اخليها ديت بالكيلو، فانا هقسم على ايه؟ هقسم على ال1000 عشان اخليها من جرام لكيلو لكيلو جرام، تمام؟ ده سنتيمتر مربع، فانا هشيله واحط مكانه ايه؟ 10 اس سالب 10 اس سالب 6 في المقام، ف 10 اس سالب 6 في المقام مضروبه في ال1000 هديك ايه؟ هديك 10 اس سالب 3 في المقام، تطلع فوق يبقى 10 اس كام؟ 10 اس 3، وبالتالي نقدر نقول ان الرو بتساوي 8 علامه 9 في 10 اس 3 كيلو جرام لكل متر مكعب. اقدر احسب بقى دلوقتي الوزن ان هو بيساوي الرو ماتيريال في الاريا بتاعت الماتيريال، الرو اللي انا جبتها ديت في الاريا ديت، وبالتالي اقدر اقول ان الوزن بيساوي الرو اللي هي 8 علامة 9 في 10 أس 3 مضروبة في الأريا اللي هي علامة 9 في 10 أس سالب 4، هيطلع معاك بيساوي 8/10، هيطلع اللي هو بيساوي 8/10 كيلو جرام لكل متر. دلوقتي أنا جبت من القانون دوت جاي معايا ال W معايا ال L معايا ال T، فأقدر أحسب مين؟ أقدر أحسب الساج الماكسيمم. القانون بيقول ان الساج الماكسيمم بيساوي W في ال L تربيع على ال 8 تي، وال W عندك ب الرقم اللي انت جايبه اللي هو ب 8/10، ال L عندك ب 300، هضرب هنا في 300 تربيع على ال 8 مضروبه في التنشن، التنشن اللي هو عندك اللي هو فين؟ اللي هو ب 1000 ب 1500، تمام؟ وبالتالي هيطلع معاك بيساوي 6 متر، وبالتالي اقدر اقول ان الكليرنس المينيمم اللي هو عايز يحسبه هيساوي ارتفاع البرج اللي هو الاتش ناقص مين؟ ناقص الساج الماكسيمم، هيساوي ارتفاع البرج اللي هو الاتش ناقص الساج الماكسيمم اللي انت حاسبه حالا، هيساوي ارتفاع البرج ب 70 ناقص 6، هيطلع معاك بيساوي 64 متر، تمام؟ في مشكله في المسالتين دول؟ نبدأ بقى نغير. الاحتمال بقى التاني اللي هو ممكن يحصل ان هو هيكون في برج ارتفاعه اكبر من ارتفاع البرج التاني. ان هو لسبب ما كان ارتفاع دوت غير ارتفاع بتاع مين؟ بتاع البرج ده. فلاقي ايه؟ الاقي ان هو البرج الاولاني، لان البرج الاولاني برج قصير كده والبرج الثاني طويل، تمام؟ البرج الاولاني قصير والبرج الثاني طويل كده، فنتيجه لكده هنلاقي ان الساج بتاعك مش هيحصل فين؟ مش هيحصل عند نص المنتصف، هيقرب لمين؟ هيقرب دي اللي هو القصير، تمام؟ سبب الحركه ديت ايه مثلا؟ سبب الحركه ديت مثلا ان هو ممكن يكون البرج دوت ارتفاعه نفس ارتفاع البرج ده، بس كل اللي حصل يعني مثلا ارتفاعه بيساوي ارتفاع البرج، بس كل اللي حصل انا حطيته على ايه؟ حطيته على هضبه، حطيت اللي هو البرج البرج دوت على هضبه، فبالتالي الارتفاع من مستوى سطح الارض او من مستوى سطح الميه اكبر من مين؟ اكبر من الارتفاع دوت. او ان هو يكون عندك حاله ثانيه، ان هو مثلا انت عايز تعدي، انت عايز تعدي بحر، في هنا عندنا بحر ماشي، عندنا هنا بحر، عايزين نعدي من عليه ايه؟ عايزين نعدي من عليه برج، او عايزين نعدي من عليه ايه؟ السلك بتاعنا، السلك بتاع ترانسميشن لاين، تمام؟
فالبحر دوت اكيد ماشي فيه ايه؟ اكيد ماشي فيه سفينه، فالسفن ديت المفروض اللي هي ايه؟ اللي انا ارفع البرج من ناحيه مين؟ ناحيه البحر، عشان ايه؟ عشان السفن ما تتعرضش مع مين؟ مع عشان ما السفن ما تتعرضش مع مين؟ مع السلك، مع سلك دوت اللي هو مثلا لو اعتبرنا دوت اللي هو الفرع بتاع قناه السويس، تمام؟ واحنا عايزين نعدي اللي هو عايزين نعدي مين؟ عايزين نعدي ترانسميشن لاين من اوفر هيد ترانسميشن لاين، تمام؟ من هنا عايزين نعدي اوفر هيد ترانسميشن لاين، فهو الارتفاعات العاديه لغايه ما نوصل لهنا قناه السويس، هنا هيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك ابراج عاديه ليها الارتفاعات ديت، تمام؟ بعد كده هيبقى عندك هنا في قناه السويس، عايزين بقى نعديها، الاقي ايه؟ الاقي ان انا لازم ارفع البرج اللي هنا يبقى كبير، والبرج اللي هنا هيبقى كبير عشان اخلي ايه؟ عشان اخلي السفن تعرف تعدي من غير ما اعمل معاها ايه؟ من غير ما اعمل معاها مشاكل مع السفن، فلاقي ان السلك بتاعك هنا كبير شويه، تمام؟ فلاقي ان هي ما بين اللي هو الطويل دوت والقصير دوت هيحصل ايه؟ هيحصل اللي هو ان السلك بتاعك هيترحل، تمام؟ فلان فينا في واحد طويل وهنا في واحد ايه؟ في واحد قصير، هنا يبقى طويل وبعد كده نبدا نكمل ايه؟ بقصيرين تاني، فيحصل هنا ايه؟ هيحصل فيه هنا نفس المشكله دي، اللي هي نفس المشكله بتاعت ايه؟ ان في برج طويل وفي برج قصير. او في احتمال تاني ان هو مش هيكون هنا بحر بقى، بس هيكون هنا ايه؟ هنا هيكون في منطقه ممنوع ان انا احط فيها ابراج، منطقه اثريه مثلا ممنوع ان انا احط فيها ابراج، او منطقه فيها مشاكل امنيه فانا ممنوع ان احط هنا ايه؟ ان انا احط فيه هنا ابراج، فلازم نعمل ايه؟ لازم اخلي الاسبان بتاعك، اخلي الاسبان بتاعك ما بين البرج والبرج اكبره، نتيجه ان انا هكبر الاسبان هيحصل ايه؟ لو انا كبرت الاسبان الاقي ان الساج الماكسيمم هيكبر، نتيجه كده الاقي ان الساج الماكسيمم ايه؟ نتيجه ان انا كبرت ال فالساج الماكسيمم هيكبر، واتفقنا ان انا بحافظ دايما على ايه؟ بحافظ دايما على الكليرنس المينيمم يكون ايه؟ يكون ثابت، فانا هنا عايز احافظ على الكليرنس يكون ايه؟ ما بين وما بين الارض كليرنس ثابت. اللي هو كليرنس مثلا هنفرض ان هو اللي محافظ على الكليرنس بتاعنا بيساوي 30، تمام؟ انا عايز احافظ على الكليرنس بيساوي 30، واتفقنا انا عايز احافظ دلوقتي على الكليرنس بيساوي 30، اتفقنا ان احنا عندنا مشكله في منطقه معينه ان انا ما ينفعش احط هنا ايه؟ ما ينفعش احط هنا ابراج، تمام؟ هنا الكليرنس ال 30 انا جايبه كده، جايبه عن طريق برجين قصيرين وجبته وعرفت ان انا احققه، انما في الحته دي انا مش عارف ان انا احققه نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا لازم احط ايه؟ لازم اكبر الاسبان، لازم اكبر ال، فنتيجه كده هلاقي ان الساج بتاعك اكبر من مين؟ اكبر من الساج اللي هنا، هلاقي ان الساج اكبر من الساج اللي هنا، فلاقي ان انا بعمل ايه؟ ان انا لازم اكبر مين؟ لازم اطلع بارتفاع البرج علشان ايه؟ علشان احقق الكليرنس بتاعنا يكون الكليرنس اللي احنا عايزينه، تمام؟ فيظهر عندنا نفس المشكله ان في برج ايه؟ برج قصير وبرج كبير، تمام؟ فاتفقنا لغايه دلوقتي احنا في عندنا مشكله ان في برج قصير وبرج برج جنبه كبير، فنتيجه كده هلاقي ان نقطه الاورجن بتاعتك هتتشفت، نقطه الاورجن اللي هي تمثل لك النقطه الاورجن دي اللي كانت بتمثل لك النقطه بتاعت اللي هو اقل ارتفاع من السلك، هلاقي ان هي ايه؟ اتشفتت ناحيه مين؟ ناحيه السلك القصير، ناحيه اللي هو التاور او البرج القصير. اللي هو البرج القصير دايما هديله رمز واحد، والبرج الكبير هديله رمز دايما اثنين، تمام؟ اي حاجه صغيره هديها رمز واحد، اي حاجه كبيره هديها رمز اثنين، اللي هو اي حاجه منسوبه للبرج القصير هتاخد رمز واحد، اي حاجه منسوبه للبرج اثنين هتاخد الرمز اثنين، تمام؟ هلاقي زي ما اتفقنا ان هو المنظر بتاعنا هيبقى عامل برضو داله تربيعيه، نفس الداله التربيعيه، بس كل حكايه الاقي ان هي ايه؟ ان الاورجن بتاعنا النقطه بتاعت اللي هي المينيمم اللي موجوده في السلك قربت لمين؟ قربت للتاور رقم واحد، تمام؟ وبالتالي ده هيكون ارتفاع البرج اللي هو من اول نقطه بتاعت التثبيت لغايه الارض، ده بيمثل لك ارتفاع البرج رقم واحد. تاني حاجه لو انا عايز احسب بقى دلوقتي الساج، لو انا عايز احسب الساج فالساج اتفقنا اللي هو عباره عن ايه؟ الساج اتفقنا ان هو عباره عن المسافه الراسيه من اي نقطه لغايه مين؟ لغايه الاورجن، الساج اتفقنا ان هو اي نقطه موجوده على السلك لغايه ايه؟ لغايه الاورجن. لو انا عايز احسب الساج المكسب بالنسبه للبرج رقم واحد، ساج المكسب بالنسبه للبرج رقم واحد اللي انا بروح فين؟ عند اقصى مسافه ممكنه من البرج اللي هي تمثل لك النقطه ديت لغايه اللي هي المينيمم، نقطه المينيمم بتاعتك اللي هي نقطه الاورجن، فدي تمثل لك الساج الماكسيمم بتاع مين؟ بتاع واحد اللي هو الاس واحد، بيمثل لك ايه؟ بيمثل لك الارتفاع ما بين نقطه التثبيت للاورجن اللي هو الساج الماكسيمم بالنسبه لمين؟ بالنسبه للبرج رقم واحد. فالاس واحد عشان احسبها اقول ان هي بتساوي مين؟ من القانون العام بتاعنا ان الساج بيساوي مين؟ بيساوي دبليو في اكس على مين؟ على ال 2 تي. فانا لو عرفت البعد من الاورجن لغدايه التاور اللي هو هسميه اكس واحد اللي هو البعد من اول الاورجن لغدايه مين؟ لغدايه التاور اللي سميناه مين؟ سميناه اكس واحد.
اقدر اقول ان الساج بيساوي دبليو في الاكس واحد تربيع على الاثنين تي. فانا مشكلتي كلها ان انا لو جبت مين؟ ان انا اجيب الاكس اكس واحد استفدت المقدار قد ايه من اللي هو السنتر بتاعنا، لانه لو كان دوت ارتفاعه بيساوي ارتفاع دوت فكانت الاورجن عند مين؟ عند المنتصف، فساعتها كنت ممكن اقول ان الاكس بتاعتنا معروف. انما هنا الارتفاع دوت غير الارتفاع ده، فاكس واحد غير مين؟ غير اكس اتنين اللي هي تعتبر البعد بين الاورجن للبرج رقم اتنين. نفس الحكاية بالنسبة للبرج رقم 2 لارتفاع اللي هو بيساوي h2 اللي هيكون أكبر من h1، تمام؟ ده كده ال h2. وتاني حاجة ليها ساج ماكسيمم، الساج الماكسيمم اللي هيساوي مين؟ هيساوي البعد الرأسي ما بين أقصى نقطة موجودة دي اللي هي الأورجن بتاعتك اللي هو هيساوي مين؟ اللي هو هيساوي الحتة دي كده. ده الساج رقم 2. الساج رقم 2 اللي هو البعد الرأسي ما بين النقطة بتاعت التثبيت لغداية مين؟ لغداية الأورجن، تمام؟ فأقدر أقول إن الساج رقم 2 برضه هيعتمد على مين؟ هيعتمد على الإكس 2 اللي هي تعتبر البعد دوت اللي هو البعد من الأورجن لغداية البرج، فبتساوي دبليو في إكس 2 تربيع على الـ 2 على الـ 2 تي، تمام؟ فلازم أجيب إكس 1 ولازم أجيب مين؟ لازم أجيب إكس 2. اول حاجه عشان اجيب اكس 1 واكس 2 فانا هحطهم في ايه؟ هحطهم في معادلتين في مجهولين، تمام؟ معادلتين في مجهولين واحل المعادلتين دولت عشان اجيب اكس 1 واكس 2. اول معادله عندنا اللي هي ايه؟ اكس 1 زائد اكس 2 بتساوي ال اللي هي بتساوي الاسبان، لان اكس 1 زائد اكس 2 هتساوي ال. فاول علاقه عندنا ان اكس 1 زائد اكس 2 هتساوي الاسبان اللي هو ال، تمام؟ تاني حاجة أنا بكون عارف اللي هو ارتفاع البرج الأولاني اللي هو القصير دوت وارتفاع البرج الثاني معانا، عشان كده بقدر أجيب إيه؟ بقدر أجيب اتش تمثل لك الفرق ما بين الارتفاع بتاع البرجين اللي هو الاتش ده بيساوي اتش مين؟ اتش 2 اتش 2 ناقص مين؟ ناقص اتش 1 اللي هو الفرق ما بين ارتفاع البرجين اللي هو سميناه اتش، فيساوي اتش 2 ناقص مين؟ ناقص الاتش ناقص الاتش 1، تمام؟ اللي هو برضك ممكن اقول ان هو بيساوي مين؟ بيساوي ساج 2 ناقص مين؟ ناقص ساج 1، ماشي؟ 2 دهوت ناقص مين؟ ناقص ساج 1 اللي هو من اول هنا لغايه هنا ناقص مين؟ ناقص الحته ديت اللي بتمثل لك الساج رقم 1، تمام؟ فاقدر اقول ان هي بتساوي ساج 2 ناقص الساج 1، تمام؟ من العلاقه ديت ان الاتش عندك معروفه لان عارف مين؟ لان عارف ارتفاعات الابراج والساجات اقدر اعوض بايه؟ بالقانون ده. فاقدر اقول ان الاتش اللي هي بتساوي فرق الاتشات اللي هي بتساوي فرق اللي هي اتش 2 ناقص اتش 1 بتساوي دبليو في اكس 2 تربيع اللي هي بتساوي الاتش بتساوي اتش 2 ناقص الاتش 1، ده كده معلوم بيساوي مين؟ بيساوي اس 2 ناقص الاس 1. اس 2 عندك بالرقم ده، اس 1 عندك، اس 2 عندك اللي هو الرقم ده، اس 1 عندك اللي هو الرقم ده، اخد مين؟ اخد الدبليو على ال 2 تي اعمل ايه؟ اعمل مشترك. فاقدر اقول ان العلاقه الثانيه ان الاتش اللي هي بتساوي اتش 2 ناقص الاتش 1 بتساوي 2 ناقص مين؟ ناقص 1 بتساوي دبليو على 2 تي كعامل مشترك، دبليو على ال 2 تي بره كعامل مشترك مضروبه في مين؟ في اكس 2 تربيع ناقص اكس 1 تربيع، اكس 2 تربيع ناقص اكس 1 تربيع. على ان القوس دوت ممكن احلله لمين؟ اكس 2 اكس 2 ناقص اكس 1 في اكس 2 زائد اكس 1، انا احلله اخليه الفرق مضروب في مين؟ مضروب في المجموع. وانا عارف مين؟ انا عارف اكس 2 زائد اكس 1 بتساوي مين؟ بتساوي ال ال، فاقدر اشيل القوس ده، اشيل القوس ده احط مكانه مين؟ احط مكانه الاسبان اللي هو عندي معلومه. فانا كده جبت ايه؟ جبت علاقه ما بين الاكس 1 والاكس 2 كمجموع والاكس 1 والاكس 2 ايه كفرق، اقدر احل المعادله ديت وبالتالي اقدر احسب الاكس 1 والاكس 2. هتحفظوا القانون بتاعه ان هو في حاله اللي هو لو كان البرجين متساويين فاحنا اتفقنا ان اكس 1 بيحصل فين؟ بيحصل عند المنتصف، اكس 2 بتحصل عند المنتصف. انما نتيجه ان هو مش متساويين اتفقنا ان اكس 1 بيقرب لمين؟ ان الاورجن بتقرب لمين؟ بتقرب للاتش 1 اللي بتقرب للبرج رقم 1، وبالتالي اقدر اقول ان هي بتساوي ال على 2 ناقص مين؟ ال على 2 ناقص ايه؟ ناقص حته، تمام؟ فالقانون بتاعك ان الاكس 1 هتساوي الا على 2 دوت الحاله بتاعتك ايه؟ اللي هي في حاله ان هم البرجين متساويين ناقص مين؟ هنطرح منها حته اللي هتساوي التي في الاتش على الدبليو في ال ال، ماشي؟
ال على 2 اللي هو نص المسافه نص الاسبان نص ال ديت ماشي، ناقص مين؟ ناقص التي اللي هي تمثل لك التنشن، الاتش تمثل لك مين؟ تمثل لك الفرق ما بين ارتفاعين البرجين تمام على الدبليو في ال ال. ونفس الحكايه لو كان البرجين متساويين فلان الاتش دهيت بتساوي كام؟ لو كان الاتش 1 بيساوي الاتش 2 فلان الاتش 2 بيساوي اتش 1 يبقى الاتش بكام؟ بصفر. وبالتالي اقول ان اكس بتساوي كام؟ بتساوي ال على 2 اللي هو رجعنا مين؟ رجعنا للحاله الاولانيه تمام؟ فهي نفس الطرق طريقه الحل، بس الاختلاف ايه؟ الاختلاف عندك ان الاكس بتاعتك بقت بتحصل ايه؟ مش شفيته شويه، ان هي الاكس بتاعتك اللي هي الاوريجن بتاعتك اتشفتت ناحيه مين؟ ناحيه اللي هو القصير. تمام؟ اكس 2 هتبقى نفس الحكايه بس بدل ما هي سالب هتبقى ايه؟ هتبقى موجب، هتبقى ال على 2 اللي هو نص الاسبان زائد التي مضروب في الاتش على الدبليو في ال. تمام؟ تنشن مضروب في فرق الارتفاع ما بين الابراج على الدبليو مضروب في مين؟ اللي هو الوزن لكل واحدة اطوال مضروب في الطول بتاع الاسبان. تمام؟ فالقوانين هتبقى نفس القوانين بالظبط، بس هزود عليها ايه؟ هزود عليها القانون في الاول، لان انا بحسب مين؟ بحسب الاكس 1 هتساوي ال على ال2 ناقص التي اتش على مين؟ على الدبليو ال. حسبت الاكس وبالتالي اقدر احسب مين؟ اقدر احسب الاسبان عند اي نقطه ماشي؟ لان لما حسبت الاكس قدرت احدد مين؟ قدرت احدد الاورجن فين تمام؟ بما اني قدرت احدد الاورجن فين فانا دلوقتي عايز احسب الاسبان عند نقطه مثلا عند النقطه ديت، فانا احسب اللي هي احسبها ازاي؟ اقول ان هي الاسبان عند النقطه ديت ان هو اللي هو عايز احسب اللي هو الساج عند النقطه المختلفه ديت اللي هي النقطه بي ديت، اقدر احسب ايه؟ اقول ان هي بتساوي دبليو في اكس تربيع على مين؟ على ال 2 تي، والاكس بتساوي البعد ما بين النقطه اللي غطيت مين؟ لغايه الاورجن، اللي هو البعد الافقي ما بين النقطه للاورجن. فالهدف اللي هو اول نقطه بحددها ان انا بحدد مين؟ بحدد الاورجن فين؟ بحدد الاورجن فين اللي هو بعدها عن التوال رقم واحد بتساوي كام؟ قدرت احدد ده، وبالتالي قدرت احسب مين؟ قدرت احسب اللي هو البعد الافقي دوت بيساوي كام؟ من البعد الافقي قدرت احسب مين؟ من القانون بتاعنا ان الواي اللي هي اللي انا عايز احسبها، الساج اللي انا عايز احسبه بيساوي كام؟ واضحه كده؟ فهي نفس الخطوات، بس كل ما في الموضوع ان انا بزود خطوه عشان احدد مين؟ عشان احدد مكان الاورجن. تمام؟ في عندك بقى مشكله ان هو ممكن الرقم ده يكون اكبر من ده. ان ممكن الرقم اللي هو التي اتش على الدبليو ال يكون اكبر من ال ال على مين؟ ال ال على 2. فبالتالي هتلاقي ان الاكس 1 طلع معاك بالسالب. تمام؟ ده الرسمه اللي احنا رسمناها ديت في حاله مين؟ ان الرقم ان ال على 2 اكبر من مين؟ من التي في اتش على الدبليو في ال، فالاكس عندك بالموجب. الاكس عندك بالموجب هيطلع معاك المنظر اللي هو بالشكل ده. لما يكون الاكس بالسالب معنى ايه؟ ان يكون الاكس بالسالب ان الاورج موجوده فين؟ موجوده بره البرجين ماشي؟ ان هو مثلا بدل ما هو البرج هنا، البرج فين؟ البرج جه هنا تمام؟ فده بقى سلك ايه؟ بقى سلك مش موجود، سلك وهمي ماشي؟ بقى كل ديت عباره عن ايه؟ عباره عن سلك وهمي، وسلك موجود من اول النقطه ديت لغايه مين؟ لغايه النقطه دي تمام؟ بقى السلك بتاعنا محصور من اول النقطه ديت لغايه النقطه ديت، بس لو كان مكمل فدوت كان المفروض ايه؟ كان هيكمل معانا، فلان ديت عباره عن ايه؟ ده عباره عن اكس 1 ودوت عباره عن اكس 2 تمام؟ واضحه كده؟ تقول ايه؟ ما يبقاش في ايه؟ لا هيبقى في ساج، بس يبقى ايه؟ يبقى في الساج محسوب بالنسبه لمين؟ محسوب بالنسبه للاورجن. يعني مثلا لو انا عايز احسب الساج فبحسب عباره عن هنتكلم عنها كمان شويه اللي هي عباره عن البعد ده اللي هو برضك السلك اللي ما ننساش ان ديت عباره عن داله ايه؟ داله تربيعيه بيحصل فيها برضك ساج اللي هو ان الداله التربيعيه ماشي ما هوش خط مستقيم، عباره عن داله تربيعيه اهيت تمام؟ واحنا البرج بتاعنا بقى محطوط هنا، فحصل ايه؟ البرج المائي اللي حصل عندنا ايه؟ اللي حصل عندنا ان السلك ايه؟ السلك فيه ميول، بس ايه؟ بس المينيمم بتاعه عند مين؟ عند النقطه بتاعت البرج اللي هو رقم 1، اللي هو عند البرج رقم 1، ده اللي هنتكلم عنه كمان شويه. بس نكمل بس الكلام بتاعنا، ان دلوقتي احنا عندنا الحاله بتاعتنا ايه؟ الحاله بتاعتنا ان الاكس طلعت معاك بالسالب، وبالتالي هتلاقي ان الشكل بتاعك اختلف. نيجي نرسم الشكل بتاعنا كده الاول عشان نبدا نتكلم عليه. نقارن ما بين الشكلين. ده كده في حالة ان اكس بتاعتك موجبة. تمام؟
وده كده في حالة ان اكس بتاعتك سالب. تمام، فالساجن المفروض يحصل بره، فده كده البرج وده كده السلك بتاعه. تمام، ده نقطة التثبيت. بس الساجن المفروض يحصل فين؟ الساجن المفروض يحصل عند النقطة دي، ده الأورجن، ده الأورجن بتاعنا. تمام، ده كده الأورجن بتاعنا، ماشي. لما اجي احسب الساج دايما قلت ان انا بحسب الساج بالنسبه لمين؟ بالنسبه ليه؟ الاورجن. فانا مثلا عايز احسب الساج الماكسيمم، الساج الماكسيمم بالنسبه للبرج رقم واحد، اتفقنا البرج رقم واحد هو البرج القصير، فانا عايز احسب الاس واحد. الاس واحد هتمثل لك ايه؟ هتمثل لك البعد الراسي ما بين البرج لمين؟ للاورجن. تمام؟ ده كده الاس، الاس واحد. تمام؟ ده الساج رقم واحد. انما هنا الساج رقم واحد بيساوي لك ايه؟ بيساوي لك البعد الراسي ما بين اللي هو النقطه بتاعت التثبيت لمين؟ للاورجن، اللي هو هيمين، اللي هو هيديك الحته، هيديك الحته دي. ان انت لو عوضت بقيمه الاكس، لو عوضت بقيمه الاكس ديت اللي هي الاكس واحد ديت، جبت مين؟ جبت تقدر تجيب اللي هو الاكس، اللي هو الاس واحد اللي هي ديت. تمام؟ بالنسبه للبرج رقم اثنين اللي هي الساج بتاعته عباره عن ايه؟ الساج بتاعته هنا هي عباره عن البعد ما بين نقطه التثبيت ليه؟ نقطه الاورجن، ده كده بيمثل لك اللي هو الساج رقم اثنين. انما هنا الساج رقم 2 اللي هي النقطه ما بين التثبيت لغايه الاورجن، الاورجن بتاعتك اللي هي الوهميه اللي هي هنا ديت، فهتساوي ايه؟ دي كده هتمثل لك الاس 2. انا هعوض بالمسافه البدائيه كلها ما بين الاورجن للبرج، انا كده جبت مين؟ دي هتمثل لك اكس 2، انا جبت مين؟ الساج رقم 2. تمام؟ تاني حاجه، لو انا عايز احسب اللي هو الكليرنس المينيمم، اتفقنا ان الكليرنس المينيمم هو عبارة عن اللي هو المسافة ما بين نقطة على السلك، أقل نقطة موجودة على السلك لمين؟ للأرض. فهنا الكليرنس المينيمم هيبقى هو الارتفاع، الارتفاع ده. فالكليرنس المينيمم هنا هيساوي مين؟ هيساوي يا إما نقول إن هو بيساوي اتش واحد ناقص اس واحد، اتش واحد ناقص اس واحد، أو أقول إن بيساوي كام؟ اتش 2 اللي هو ارتفاع البرج رقم 2 ناقص مين؟ ناقص الاس 2 اللي هو بيساوي اتش 2 ناقص الاس 2. انما هنا الكليرنس المينيمم بيساوي ايه؟ الكليرنس المينيمم هلاقي ان هو اقل نقطه موجوده في السلك ليه عند مين؟ عند نقطه تثبيت في البرج رقم كام؟ في البرج رقم واحد. فاقول ان الكليرنس المينيمم بيساوي مين؟ بيساوي الاتش مين؟ الاتش واحد على طول، لان هنا ديت اقل نقطه تثبيت، ديت اقل نقطه موجوده في السلك، اقرب نقطه للارض، فاقدر اقول ان الكليرنس المينيمم بيساوي مين؟ بيساوي الاتش واحد على طول. تمام؟ لو انا عايز احسب اللي هو الكليرنس عند نقطه معينه، ولنفرض مثلا عند نقطه منتصف السلك، عند نقطه منتصف السلك مثلا اللي هو السلك عندك اهوت، اتفقنا ان الاورجن بتاعتك مش عند مين؟ مش عند المنتصف. فانا عايز احسب مين؟ انا عايز احسب عند المنتصف الكليرنس بيساوي كام؟ عايز احسب الكليرنس ده بيساوي كام؟ تمام؟ الكليرنس ده اللي انا اقدر احسبه عن طريق ان ايه؟ ان انا احسب الساج عند نقطه المنتصف، عند نقطه المنتصف هنا الساج اللي هو بيمثل لك ايه؟ المسافه ما بين النقطه لمين؟ للاورجن. مسافة ما بين النقطة للأورجن، تمام؟ ده يمثل لك اللي هو الساج عند النقطة ديت. أنا هجيب الإكس بتاعت النقطة ديت، بتاع النقطة ديت اللي هي هتمثل لك مين؟ المسافة ما بين النقطة دي وما بين الأورجن ومين؟ والنقطة اللي أنا بحسب عندها. دي يمثل لك الإكس بتاعت البوينت، أعوض فيها في القانون اللي هو بتاع الساج اللي هو الواي، أعوض بقيمة الإكس، ماشي؟ جبت مين؟ جبت الواي. بما إنك جبت الواي فأنت جبت مين؟ جبت اللي هي الإكس بتاعت البوينت ديت. انا عايز اجيب الكليرنس اللي هو المسافه ما بين النقطه للارض اللي هو بيساوي مين؟ بيساوي الساج بتاع البوينت زائد المسافه دي. المسافه دي بتمثل لك مين؟ بتمثل لك المسافه من اول هنا لغايه هنا، اللي بتمثل لك مين؟ بتمثل لك اللي هي السي مينيموم، ماشي؟ فاقدر اقول ان السي عند اي نقطه بيساوي مين؟ بيساوي الساج بتاع النقطه زائد السي المينيموم، بحيث ان السي المينيموم بيساوي مين؟ بيساوي الاتش 1 ناقص الاس 1 او بيساوي الاتش 2 ناقص الاس 2، واقدر اعوض فيها في القانون دوت عشان اجيب مين؟ عشان اجيب الكليرنس عند نقطه معينه. تمام؟ انما الكليرنس المينيمم هيساوي مين؟ هيساوي الاتش ناقص مين؟ الاتش 1 ناقص الساج 1، او بيساوي الاتش 2 ناقص الساج 2 على طول. هنا بقى كده في الرسمه دي، ده كده اتفقنا ان هو عباره عن اس 1 اللي هو الارتفاع من اول هنا لغايه الاورجن، ودوت ارتفاع اللي هو الاس 2 اللي هو من اول هنا لغايه مين؟ لغايه الاورجن اللي هو الارتفاع الراسي ده. تمام، الارتفاع الراسي دوت هو الاس 2.
لو انا عايز احسب الكليرنس المينيمم، اتفقنا ان الكليرنس المينيمم الموجود في السلك، بروح للسلك واشوف اقل نقطه موجوده في السلك فين، الاقي ان هي عباره عن نقطه التثبيت مع البرج رقم واحد، فاقول ان الكليرنس المينيمم هيساوي مين؟ هيساوي الاتش، هيساوي الاتش واحد مباشر. تمام؟ انا عايز احسب مثلا الكليرنس عند نقطه المنتصف هنا. تمام؟ اللي كل اللي انا عايز احسبه دلوقتي الكليرنس عند نقطه المنتصف هنا مثلا. فانا المفروض ان انا احسب ايه برضه؟ اروح احسب الكليرنس، او اروح احسب مين؟ اروح احسب الساج عند النقطة دي. راح احسب الساج عند النقطة اللي هي دي النقطة بتاعتنا عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا اكون عارف مين؟ اكون عارف الاكس دي كلها بكام؟ الاكس قلنا ان هي بتتقاس من اول فين؟ من اول الاورجن. من اول الاورجن لغاية النقطة، من اول الاورجن لغاية النقطة اللي هيساوي مين؟ هيساوي اكس واحد زائد مثلا لو الدوت كان عند نقطة المنتصف زائد مين؟ زائد ال على ايه؟ على الاثنين. يعني هو لو كانت البوينت ديت عند منتصف ال فهي كانت عند مين؟ عند ال على كام؟ عند ال على الاثنين. فالمسافة من اول هنا لغايه هنا بتساوي كام؟ بتساوي ال على 2، ومن اول هنا لغايه هنا بتساوي اكس 1. فاقدر اقول ان الاكس بتاعت البوينت ديت بتساوي اكس 1 زائد المسافه من السلك اللي هي بتمثلك ايه؟ ال على 2. تمام؟ فاقدر اعوض فرضك في القانون دوت، جبت مين؟ جبت الواي اللي هي بتمثلك مين؟ بتمثلك الساج بتاع البوينت ديت. واضحه؟ جبت اللي هي الواي ديت، او جبت الساج بتاع البوينت. وبالتالي هو هيكون عايز يحسب برضك الكليرنس من اول فين؟ اتفقنا ان الكليرنس من اول النقطه بتاعه السلك لغدايه الارض، فالمفروض ان انا اجمع عليها ايه؟ المفروض ان انا اجمع عليها الطول. الطول ده بيمثلك ايه بقى؟ الطول ده كده الاورجن، المفروض ان هي فين؟ المفروض ان هي بره كده، في حته فين؟ في حته من اللي هو ايه؟ من البرج جوه هنا. فانا عايز احسب مين؟ عايز اجمع اللي هو عايز اجمع اللي هي الحته دي زائد مين؟ زائد الحته دي. دي هتساوي ايه؟ هتساوي الساج بتاع البوينت زائد الطول بتاع البرج. يبقى انا كده جمعت الحته دي ايه؟ الحته دي هتلاقيني جمعتها ايه؟ مرتين. الحته دي بتمثل لك مين؟ بتمثل لك الاس 1. فاقدر اقول ان الكليرنس عند النقطه دي هيساوي مين؟ هيساوي الساج بتاع البوينت زائد الاتش 1 ناقص الاس مين؟ الاس 1 هو نفس مين؟ نفس القانون بتاع الحراريه، بيساوي الساج بتاع البوينت ناقص الاتش 1 ناقص الاس مين؟ زائد الاتش 1 ناقص مين؟ ناقص الاس، ناقص الاس 1. واضحه؟ ناخد مسائل نشوف الدنيا فاهمه ازاي.